أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وليست التوبة للذين يعملون السيئات حتى إذا حضر أحدهم الموت قال إني تبت الآن ولا الذين يموتون وهم كفار أولئك أعتدنا لهم عذابا أليما. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلي اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أهلا بكم أعزائي المشاهدين في أولى حلقات برنامج أركان، صوت في القلب منبته اليقين وجناحه الثقة في من ترجو، تبعثه ظنون حسنة صادقة في المرجو، جناحه الأمل ودربه صلاح العمل، وفي الله ما خاب رجاء وإليه يحسن الالتجاء، كن راجيا لا ينقصك الخوف وخائفا لا يغادرك الرجاء. الرجاء هو موضوع حلقتنا اليوم مع ضيفنا الكريم الدكتور محمد راتب النابلسي، فكونوا معنا. الرجاء هو موضوع حلقتنا اليوم أعزائي المشاهدين مع ضيفنا الكريم الدكتور محمد راتب النابلسي، حياك الله ضيفنا الكريم. بارك الله بكم ونفع بكم وعلى قدركم. أهلا وسهلا فيك، ونسعد بأن تكون هذه الحلقة وباكورة هذا البرنامج مع فضيلتكم. الرجاء، دائما أحب يعني في هذه الحلقات أن نحرر المصطلح، ما هو الرجاء؟ الحقيقة أحيانا يفهم الرجاء مع ما يقابله، فربنا عز وجل يقول تبارك اسم ربك ذي الجلال والإكرام، قال بعضهم يعني أن تحبه بقدر ما تخافه، ذي الجلال ينبغي أن تخافه، أن تعظمه، أن تخاف أن تعصيه، أن تخاف أن تؤذي مخلوقا، هذا الجلال، والإكرام أن تطمع في عطائه وفي مغفرته وفي قبول توبتك عن شيء ما. بين الجلال والإكرام هذا الموقف دقيق جدا، كمن يمسك العصا من وسطها، هنا جلال يقتضي الطاعة والخوف، وهنا جمال يقتضي السعادة. فلو فرضنا أنه الإنسان كان قاسيا ولم يكن لطيفا هناك مشكلة، أو كان لطيفا ضعيفا ولم يكن قويا هناك مشكلة. دائما الوضع الوسط متعب، يحتاج إلى جهد، يتوازن يحتاج. أما التطرف سهل، التطرف إما تساهل كبير أو تشدد غير معقول. فبطولتنا في من حولنا، وهذه الصفة يحتاجها أي منصب قيادي بدءا من الأب وانتهاءا بالأمير، يجب أن يخافه الإبن وأن يطمع بعفوه. طبعا التطرف سهل جدا يحسنه كل إنسان، أما أن تجمع بين الطرفين بحكمة بالغة هذا هو الموضوع الذي ينبغي أن يكون واضحا لدى إخوتنا المشاهدين. يعني الجلال يقتضي الخوف والطاعة والإقبال والورع وخوف المعصية وخوف قسم المال الحرام، خوف أن يبحث عن شيء لا يرضي الله كلا. أما الجمال أن يطمع في عطائه وكرمه، يعني نرخصه في أنه الطمع في فضل الله ورحمته أبدا، وفي والله قال وبذلك فليفرحوا. نعم، هو خير مما يجب. خلقنا ليسعدنا لا ليعذبنا، خلقنا لجنة عرضها السماوات والأرض. الإنسان في بعض المواسم الإيمانية حينما يقبل على طاعة يجد نفسه في مثل هذه المواطن يريد أن يرتجي ما عند الله من الرحمة، ويخاف أيضا أن هذه الأخطاء والذنوب التي اقترفها في حياته قد تؤثر في إقباله على الطاعة. كيف نستطيع أن ندفع من يريد ذلك في مثل هذا المواطن؟ إذا تاب العبد توبة نصوحة أنسى الله حافظيه والملائكة
وبقاع الأرض كلها خطاياه وذنوبه. ما هذا العطاء؟ إذا تاب العبد توبة نصوحة أنسى الله حافظيه والملائكة بقاع الأرض كلها خطاياه وذنوبه، وسعت أبدا. رحمة الله وسعت كل شيء ونحن شيء، فرحمة الله تسعنا. البطولة أن تلتفت إلى الله قبل فوات الأوان، وليست التوبة حتى إذا جاء أحدهم الموت قال إني تبت الآن، يوم لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيرا. هذا يجعلنا شيخنا الكريم أن نسأل سؤال مهم جدا، يعني ما هي حقيقة هذا الرجاء وما هي علاماته؟ والله الأصل في الرجاء أن تعرف الله، إن عرفت رحمته، عرفت عفوه، عرفت محبته لك، عرفت حرصه على توبتك. يعني إذا رجع العبد العاصي إلى الله نادى مناد في السماوات والأرض أن أكرم فلان فقد اصطلح مع الله. يعني أنا عفواً، يعني فرح ربنا بتوبة عبده المؤمن شيء يفوق حد التصور. ابن آدم اطلبني تجدني فإذا وجدتني وجدت كل شيء. هو ينتظرنا، هو ينتظر عودتنا إليه، ينتظر صلحنا معه، ينتظر إقبالنا عليه. هذا الموقف الإلهي. طيب كيف فرق بينه وبين التمني الرجاء؟ التمني أن تتمنى شيئا ولا تقدم ثمنه. طالب تمنى يكون أول على القطر بس ما درس، أما الذي يدرس ويتمنى التفوق هذا يحقق له هدفه. يعني السعي مهم جدا. والدليل ومن أراد الآخرة، أراد إرادة اختيار تصميم ما بيكفي، وسعى لها ما بيكفي، سعيها ما بيكفي، وهو مؤمن آمن بالله، آمن بأسمائه الحسنى صفاته العلى، آمن بقدرته، آمن بمحبته لنا، آمن بعفوه، آمن بقبول التوبة. هذا آمن بالله وعمل صالحا. دقيق. فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. هذه العبارة دقيقة جدا تغطي الزمن كله. لا خوف عليهم مما سيأتي ولا هم يحزنون على ما مضى. لذلك يقول عن سيدنا الصديق ما ندم على شيء فاته من الدنيا قط أبدا. لا خوف عليهم في المستقبل ولا هم يحزنون، هذا وعد الله. وزوال الكون أهون على الله من ألا يحقق وعوده للمؤمنين. أساساً في نص لطيف أعطي النبي دواء ذات الجنب قال هذا مرض ما كان الله ليصيبني به. وأنا أخاطب أي مؤمن على الشاشة، ما دام أنت مع الله مستقيم على أمره، زواجك إسلامي، دخلك إسلامي صحيح، ما في أخطاء، يعني أخطاء كبيرة، أنت في حفظ الله وفي ضمانته، وإنك في عينه، فإنك بأعيننا أي للنبي الكريم. والعلماء قالوا أية آية موجهة للنبي الكريم لكل مؤمن منها نصيب. بعض الإنسان يعني من يصل إلى مرحلة التغيير قد يصل إلى مرحلة وداعي يقول له يعني يصل إلى مرحلة القنوط. إن يعني أنت القنوط سيدي يقترب من اليأس، واليأس يقابل الكفر. لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا. بس هو يجي نداء يقول له أنت سويت وأنت سويت وأنت سويت. هذا كلام شيطاني سيدي، لكن أنا في إيدي نصيحة عنده. الإنسان بحاجة بعد أن طلب العلم وعرف الله واستقام على أمره بحاجة إلى حاضنة إيمانية، بحاجة إلى مجتمع مؤمن، بحاجة إلى سهرة مع مؤمنين، يا سلام، بحاجة إلى نزهة مع مؤمنين يقوي بعضهم بعضا. لا، ودليل القوي يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. كن معهم واصبر نفسك مع الذين
يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه، ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا، ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا. في ملمح لغوي دقيق جدا، قد يتوهم السامع أنه أغفلنا جعلناه غافلا، ليس هذا في اللغة إطلاقا، أغفلنا وجدناه غافلا. امتحنت القوم فما أبخلتهم، ما قصرت معهم، ما وجدتهم بخلاء. امتحنت القوم فما أجبنتهم، ما وجدتهم جبناء. ولا تطع من أغفلنا، مو معنى الله أغفل وجعله غافلا، لا مستحيل، من وجدناه غافلا. ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا. يعني معناتها من أغفل، بدنا حاضنة إيمانية، بدنا مجتمع إيماني، الصحبة اللي تعينك. في أول علامات دقيقة، في عنا علاقات العمل، ما العلاقة، أما بدنا العلاقات الحميمة تكون مع مؤمنين، يعني سفرة شهر أسبوعين، هذا اختارهم بعناية، سهرة مع أشخاص للساعة 12 بالليل، بدنا يكون مؤمنين، هذول حاضنة إيمانية. لو إنسان أهمل هذه الحاضنة قد يرجع إلى ما كان عليه. وشني إذن هذه يعني من العوامل التي تساعد على بقاء سيدي؟ وكونوا مع الصادقين، أي قرآنية، واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي، أمر إلهي. طيب الرجاء هو يعني أمر قلبي ليس كذلك؟ قلبي، لكن أحيانا لما أنت بتقدم أسباب تحقق الرجاء بتكون أديب مع الله. لما أنت ترجو أن تنجح وبتدرس، الله بيتولى النجاح مع التفوق. أما ما بتدرس إطلاقا هذا كلام فارغ. يعني أبدأ أول شيء بتحضير القلب، أدي الذي عليك. أيوة. واطلب من الله الذي لك. أنا عفوا مريض، شوف الطبيب وطبيب جيد، نأخذ الدواء بتعليمات دقيقة. الآن أديت الذي عليك، بقي لك من الله الذي لك، قد يمنحك الله الشفاء التام. أما من لم يأخذ بالأسباب، أنا أقول هذه الكلمة هي أحد سلبيات العالم الإسلامي، الغرب أخذ بالأسباب وألهها واعتمد عليها ونسي الله، وقع في وادي الشرك. والمسلمون لم يأخذوا بالأسباب، وقعوا في وادي المعصية. الموقف الإيماني الكامل المتوازن الرائع أن تأخذ بالأسباب وكأنها كل شيء، ثم تتوكل على الله وكأنها ليست بشيء. يعني أنا في عندي سفرة، أراجع العجلات والزيت والمحرك والمكابح، أراجع مراجعة تامة، فالذي يأتيني في هذه السفرة بخلاف ذلك هذا قضاء من الله وقدر، لأن بذل السبب. لذلك قالوا ما معنى قضاء وقدر؟ القضاء حكم وقدر معالجة. فإنسان عم يعالج مريض وجد ضغطه مرتفع، حكم عليه بارتفاع الضغط، أم عطى أمر بإلغاء الملح بالطعام. القضاء والقدر، القضاء حكم والقدر تقدير من الله. فإنه أنت ما تتحرك إطلاقاً، ولا دراسة ولا عمل، هذا الشيء خلاف المنهج. قال له ما تفعل بهذا الجمل يا أخ العرب؟ جمل أجرب، سيدنا عمر. قال له أدعو الله أن يشفيه. قال له هلا جعلت مع الدعاء قطرانا؟ ما أخذ بالأسباب، علاج. أنا الآن وضعت يدي على مشكلة المسلمين الأولى بالعالم، الأولى، ما أخذوا بالأسباب. الغرب أخذ بالأسباب أخذا مذهلا، لكنه اعتمد عليها وألهها، وقع في وادي. يعني باخرة تايتانيك مكتوب بالنشرة الأولى على الركاب أكبر سفينة بالعالم، مكتوب إن القدر لا يستطيع إغراق هذه السفينة، فغرقت في أول رحلة لها. قال أحد القساوسة إن غرق هذه السفينة درس من الله لعباده. يعني في مركبة فضائية، المتحدي، تتحدون من؟ بعد 70 ثانية أصبحت كرة من اللهب.
فأنا بقول إنه الإنسان أن يأخذ بالأسباب وكأنها كل شيء، ثم يتوكل على رب الأرباب وكأنها ليست بشيء. يا سلام. فاصل أعزائي المشاهدين ونكمل هذا الحوار. حياكم الله أعزائي المشاهدين مرة أخرى في برنامجكم برنامج أركان، وموضوع حلقتنا عن الرجاء، وضيفنا الكريم هو الدكتور محمد راتب النابلسي. حياك الله ضيفنا الكريم مرة أخرى في هذا الفاصل الثاني. الرجاء الحسن، يقول الله تعالى في حديث النبي صلى الله عليه وسلم، حديث قدسي: أنا عند ظن عبدي بي وأنا معه إذا ذكرني، فإن ذكرني في نفسي ذكرته في نفسي، وإن ذكرني في ملأ ذكرته في ملأ خير منهم، وإن تقرب إلي شبرا تقربت إليه ذراعا، وإن تقرب إلي ذراعا تقربت إليه باعا، وإن أتاني يمشي أتيته هرولة. هو ينتظرنا إذا، لكن الرجاء يقتضي ما يقتضي، يقتضي الإيمان الدقيق بوجود الله أولا، ويقتضي بقدرته ثانيا، ورحمته ثالثا، ومحبته لنا رابعا. هذا الدعاء، الدعاء هو العبادة، الدعاء مخ العبادة. ما معنى أنا أدعو؟ أدعو من يسمعني، أدعو من هو موجود أساسا، من هو موجود. أنا آمنت بوجوده وبوحدانيته وبكماله وبأنه يسمعني وبأنه قادر على إنجاز ما طلبت منه. هي الممهدات للدعاء، عندئذ يأتي الجواب. فالرجاء هو إيمان، يعني واحد بيعرف فلان يملك كل شيء بالبلد، بيخاف من شرطي ما بيخاف من شرطي ساعتها، فهو رجاؤه مع الله عز وجل، والله عز وجل يحبنا أن نرجو رحمته، يحبنا أن نرجو رحمته. يعني النبي الكريم في الهجرة قال له: كيف بك يا سراقة إذا لبست سوار كسرى؟ واحد يعني 100 ناقة لمن يأتي به حيا أو ميتا، سأصل وسأنشئ دولة وسأنشئ جيش وسأحارب أكبر دولة وسأنتصر. هي ثقة النبي بربه. عظمة هذا الدين أنه الله يمنحنا، يتمنى علينا أن نثق به. طيب، الآن ابن القيم له كلام جميل عن فوائد الرجاء، منها إظهار العبودية والفاقة والحاجة. طبعا النبي الكريم وهو في أعلى مرتبة بلغها مخلوق، قال له: يا رب بالإسراء والمعراج اجعلني عبدك. الإنسان كلما خضع لعبودية الله ارتقى عند الله، وكلما قال أنا، يعني ملخص الملخص، بتقول أنا بيتخلى عنك، بتقول الله بيتولاك. من هم الصحابة؟ قمم البشر، وفيهم سيد البشر. في بدر افتقروا فانتصروا، هم وفيهم سيد البشر. في حنين لم يفتقروا بل اعتدوا بعددهم فلم ينتصروا، اعتمد على أبدا. هي درس لنا كلياتنا. بس شلون نوفق بينه وبين الأسباب اللي ذكرتها شيخنا؟ دقة بالغة جدا. أن تأخذ بالأسباب وكأنها كل شيء كالغرب، وأن تتوكل على الله وكأنها ليست بشيء. هي مو سهلة، يعني جهز الأسباب، أن تجمع المتناقضين. أن تأخذ بالأسباب وكأنها كل شيء، ثم تتوكل على الله وكأنها ليست بشيء. بدي سافر، براجع العجلات والمحرك والزيت والمكابح مراجعة تامة. هلأ الآن بقول: يا رب أنا أديت الذي علي، يا رب سهل، أطلب من الله الذي لك أن تسلمني. هذا الموقف بكل حياتنا، بدراستنا، بكل نشاطات حياتنا. ربي إني لما أنزلت إلي من خير فقير. الغرب أخذ بالأسباب واعتمد عليها وألهها ونسي الله، وقع في الشرك. والشرق لم يأخذ بها أصلاً، وقع في المعصية. فأنت بين، فصارت بأمنيات. نعم، بين يعني عشنا، فأنت بين مشرك وبين عاصي. نعم. طيب الآن يعني هذا الرجاء سبحان الله يحدون يعني حدوى نحو مسيرة الله عز وجل، وما في شك أن هذا المسير يطيب. هل هناك أنواع للرجاء؟ يعني هل هناك
رجاء محمود ورجاء مذموم. يعني هو الرجاء من دون أخذ بالأسباب هذا احتقار لقوانين الله عز وجل. الله عز وجل يخلق هذه القوانين لأنبيائه كمعجزات دالة على نبوتهم، أما يخلق القوانين لأجل إنسان كسول يعني ما درس ما نجح قال الله هيك مقدر علي، لا كلام غلط هذا، كلام فيه خطأ كبير. فإذا بذل السبب وتوكل الله عز وجل ثم حدث ما تأخذ بالأسباب وكأنها كل شيء وأن تتوكل على الله، فإن لم تنجح هي حكمة بالغة. الآن حكمة بالغة، الله ما كتب لي إنجاح، معناته درس وأتقن دراسته، لكن صباح اليوم الامتحان حادث مع سيارة أو أخذوه على المستشفى راحت المادة، هي قضاء وقدر. أما أصغر هذا التقصير هو عدم الأخذ بالأسباب. يعني ما أخذ الكهرباء 220 فولت مفتوح ما له مغلق، الطفل ماشي بالحمام والأرض فيها ماء حط إيده مات الطفل، الله كاتب له يموت؟ لا ما بصير، هون في هون تقصير. هلأ إذا كل طبيب بده يعزي خطأه إلى القضاء والقدر انتهى الطب، في خطأ من الطبيب يحاسب عليه. إن لله كما قال النبي صلى الله عليه وسلم 100 رحمة أنزل منها رحمة واحدة بين الجن والإنس والبهائم والهوام، فبها يتعاطفون وبها يتراحمون وبها تعطف الوحش على ولدها. وأخر الله عز وجل سبحانه 99 رحمة يرحم بها عباده يوم القيامة. هل هذه تعطينا أمل يعني أكبر برجاء رحمة الله عز وجل؟ والله أنا أرى أن عدل الله يقتضي أن نأخذ ما فعلناه. يعني أنا بقول كلمة دقيقة، أنه واحد ما يشتغل إطلاقاً، ما يستقيم إطلاقاً، ما يدقق بدخله إطلاقاً، دخله في مال حرام وما عنده أي ضابط بعلاقته مع النساء ويرجو رحمة الله بيكون سذاجة مطلقة وهو يستخف بأمر الله عز وجل. لأنه أنت لما بتكون إنسان عظيم أمامك تحترم قواعده، الله له قواعد له أوامر له نواهي، لما حينما أخذ بها بستحق وعوده ساعتها. أما أن أتمنى أو أن أمني نفسي بوعوده من دون أخذ بالأسباب ما بقى في عدالة بالأرض. يعني عفوا واحد تزوج امرأة وأنجب أولاد ورباهم تربية عالية وبذل جهد كبير بدخله الحلال، بيجي واحد ما طبق شيء من الدين، ماله حرام وعلاقاته كلها معاصي وآثام، بعدين علق أمله بالله أم دخل الجنة؟ ما بتزبط يا سيدي، بتتناقض مع عدالة الله ومع لكن إن تاب بدأت خلاص انتهى الأمر إذا تاب. لذلك وإن منكم إلا واردها. يا الله بتحير الآية، إن حرف نفي، يعني ما من واحد منكم إلا سيرد يريد النار. العلماء قالوا دخول النار شيء ورودها شيء آخر، الدخول استحقاقا وعذابا، أما ورودها موعظة. يعني الإنسان يريد النار ليرى عدل الله المطلق، لأنه أسماء الله الحسنى كلها في الدنيا محققة إلا اسم العدل محقق جزئيا. يوم القيامة الإنسان يريد النار ليرى عدل الله المطلق، وهذا الورود ورود يعني ليس دخولا. يعني عفوا حاكم بلد عمل سجن حضاري كبير، بيجي رئيس دولة عظمى بيفرجيه السجن، بيدخل السجن فرجيه السجن ورد السجن. هذا ليس مسجونا، هذا هذا رئيس دولة ليرى هذا السجن الحضاري. طيب شيخنا الكريم، الحين قضية يعني هذا المثالين الجميلين اللي قلتهم، إن الرجل رب أسرة وجاب عيال ثم يعني أعلى المراتب ومال حلال، والثاني على العكس والنقيض، لكن هذا الإنسان قد يصل إلى مرحلة التوبة صح؟ أنا إلي رأيي دقيق شوي. إذا الإنسان مقيم على المعاصي كلها ما بيقدر يتوب، ما بيقدر. شلون يقدر؟ الله فاتح له باب التوبة، بس الخجل حبك الشيء يعمي ويصم، محبته للشهوات وانغماسه بالشهوات هي تكون حاجب بينه وبين الله. بس ما نسكر عليه الأمل. لا ما مسكر، بس وليست التوبة للذين. حتى إذا جاء أحدهم الموت قال إن تبت الآن، القرآن هذا يوم
لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبله. ما فيني غير القرآن. فتقصد أنه مقيم على هذا؟ مقيم مات عليه. الآن أنا أقصد لو تاب قبل اليوم بيمشي حال، بس ما تاب. الآن هذا التائب الآن الذي قبل أن يموت قد ينجو، بس له مرتبة قليلة جدا، يعني نعزز عنده قد يعني ينقلب حاله. نعم. الله عز وجل خلقنا ليسعدنا، خلقنا للجنة، فإذا تاب العبد توبة نصوحة يعني الله ختم له حياته بالإيمان. أما أنا إيماني الحقيقي بهالموضوع له أعمال صالحة في الدنيا بس ما كان مطبق العبادات، أعماله الصالحة، لأنه ما أحسن عبد من مسلم أو كافر إلا وقع أجره على الله في الدنيا أم في الآخرة. بتلاقي شخص مدير بشركة بس عنده عطف على العمال، بيعطيهم، بيحاسبهم حساب جيد، بيعطون مكافآت، بيرحمون، هذا يعني فاتح مع الله باب بس خفيف. كيف المركبة المحرك أيام بدور هي واقفة بسموها ريلانتي، وفي إنسان له مع الله أعمال صالحة خفيفة، الأعمال الصالحة في معه خط مع الله لكن مو مطبق كل العبادات، هذا له معاملة خاصة عند الله عز وجل. طيب شنو توجيهك ضيفنا الكريم الدكتور محمد راتب النابلسي في حلقة الرجاء لمن يريد أن يقبل؟ أن تقدم ثمن الرجاء. شنو الثمن؟ أنا أرجو أن أنجح في الشهادة بدروس، أرجو أن أصل لرحمة الله باستقيم. لما بتقدم الثمن قد يأتي الثمن أقل مما ينبغي. إذن الثمن هي الطاعة؟ هي الطاعة. ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وما هي المعينات على هذه الطاعة؟ الصحبة الصالحة، بدك حاضنة إيمانية. ما بتقدر تستقيم إذا حولك أناس فسق أو متفلتون، بدك حاضنة إيمانية دليلة. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. آية ثانية واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا. والأجواء العامة أيضا البيئة يعني هي بيئة صحبة وبيئة ربما سيدي في علاقات عمل وفي علاقات حميمة. أنا أخاطب الإخوة المشاهدين بالعلاقات الحميمة لا تصاحب إلا مؤمنا. لا أنا أقصد الحميمة حتى أنا أقصد يعني من كان مسؤولا على منصة من منصات الحياة. نعم. أيا كان شكلها ونوعها. طيب. وكيانها، هذا من الممكن هذا الإنسان أن يساهم بإصلاح المجتمع. إيه ولو أجر. يعني قد يساعد الناس. لو أراد إنه يريح الناس يحاسب في الدنيا على هذا العمل. ما أحسن عبد من مسلم أو كافر إلا وقع أجره على الله في الدنيا أم في الكافر. الله أكبر. كرم الله. أي واحد عمل تأمين صحي الله بيقويه بالدنيا، بيقويه. عمل تكافؤ فرص بيقويه في الدنيا. سبحان الله. كرم الله عظيم، ونسأل الله عز وجل أن يرزقنا وكل من شاهد من فضله. فاصل أعزائي المشاهدين ونكم إن شاء الله. حياكم الله أعزائي المشاهدين في فاصلنا الأخير، برنامجكم برنامج أركان، وموضوع حلقتنا عن الرجاء، وضيفنا الكريم هو الدكتور محمد راتب النابلسي. حياك الله ضيفنا الكريم. بارك الله بكم ونفع بكم وعلى قدركم. آمين وإياك. في الفاصل اللي فات كنت تؤكد تكرارا ومرارا أن من أراد أن يرجو رحمة الله عز وجل وينجو من عذابه أن يكون مقيما على الطاعة. نعم. لكن قبل أن نعرف كيف نقيم على هذه الطاعة من المهم أن نفهم شيء قبلها، ما هي كليات هذا الدين؟ الحقيقة أذكر مرة كنت في أمريكا ودعاني أخ كريم لزيارة معمل سيارات الأول في العالم، قديم القصة، كان كاديلاك. فالمرافق اللي عم يشرح لي المعمل قال لي السيارة فيها 300,000 قطعة. 300,000 قطعة ما شاء الله. أنا كراكب سيارة إلى غلاف معدني ومقاعد وعجلات ومحرك وبنزين ومقود من 300,000 لـ7. فإذا كان الدين فيه 1,000 موضوع وفيه
ألف عالم وفي ألف كتاب، الكليات الكبرى بالدين أربعة أو خمسة. أول واحدة العقيدة، ما لم تصح العقيدة لا يصح شيء، إن صحت العقيدة صح كل شيء. العقيدة يعني الفكر الديني، الجانب النظري من الدين، الإيديولوجيا، المرجعيات الفكرية، هي الجانب الفكري. عقيدة من عقد القلب، العقدي، العقلي، الإيديولوجي بالتعبير المستخدم. هذا الجانب، يعني في إنسان خلقه الله عز وجل ما يفكر بهالدين وعظمته وأسباب نجاحه ومصداقيته وفحوى القرآن وفحوى السنة، هي أشياء أساسية. إنسان بده يموت، الموت ينهي كل شيء، ينهي قوة القوي وضعف الضعيف وغنى الغني وفقر الفقير ووسامة الوسيم ودمامة الدميم ومرض المريض وصحة الصحيح. فلازم يفكر بالمستقبل، وأخطر شيء هو مغادرة الدنيا. فالإنسان بيكون عنده عقيدة صحيحة وحركته صحيحة بيرتاح نفسيا، يسعد في الدنيا قبل الآخرة. واحد عرفان في قدامه فحص، هو درس منيح، الدراسة الجيدة سبب للنجاح في الفحص. إذا في جانب عقدي، إيديولوجي، فكري، نظري، هذا لابد من فهمه. فإذا واحد ما عنده وقت يقتطع من وقته السمين وقت لمعرفة الله ودينه ومنهجه والحلال والحرام والصح والخطأ والفرض والواجب والسنة والدنيا والآخرة، وهو في مجمله التوحيد. يعني التوحيد، أنت عندك عبارة جميلة تقولها، العبيد ما تعلمت العبيد أفضل من التوحيد. نعم. بس أنت ما لك مكلف بالتبحر. دقيقة شوي. في عندنا تبحر، يعني عندنا مثلا المظلي، في عنده مظلة ببلغوا أنه أول زر تكبسه بتفتح والثاني بتكبسه بتفتح، أما المظلة شكله يا ترى مستطيل أم مربع أم دائري أو قياسات، لا بيعرف. ولا بيعرف نوع القماش ولا كم حبل، بيجهل 100 بند بالمظلة. بس إذا جهل طريقة فتحها بالزل ميت. طريقة فتحها سماه العلماء ما ينبغي أن يعلم بالضرورة. أركان الإسلام، أركان الإيمان، الأحكام الشرعية بعملك اليومي، أحكام تاجر، أحكام التجارة مثلا، موظف، أحكام الوظيفة. لازم تعرف الله عز وجل وتعرف منهجه وتعرف الحرام والحلال. جميل. هذا الحد المقبول سماه العلماء ما ينبغي أن يعلم بالضرورة. هذا الجانب العقدي. نعم. هذا الأول. إذا الكلية الأولى. نعم. الجانب العقدي، الاستقامة، ما لم نستقم على أمر الله لن نقطف من ثمار الدين شيئا للآخر. دين بلا استقامة فولكلور إسلامي، شكل يعني، شكل أو تراث بيقلك، أو حضارة إسلامية، أو هيك تطلعات إسلامية، أو له خلفية إيمانية أو أرضية إيمانية، كله كلام فارغ. المنهج الإسلامي منهج تفصيلي يبدأ من فراش الزوجية وينتهي بالعلاقات الدولية. يا سلام، هذا يحتاج يصلح كتاب شيخ. هذا المنهج. فأنت أعقد آلة بالكون، أعقد آلة بالكون تعقيد إعجاز مو تعقيد عجز، ولك صانع عظيم وهو الله، ولهذا الصانع العظيم تعليمات التشغيل والصيانة. وانطلاقاً من حرصك على سلامتك وسعادتك، بتعبير غير مقبول، وانطلاقاً من أنانيتك، ينبغي أن تطيع تعليمات الصانع من أجلك. فلذلك المؤمن يطبق تعليمات الصانع بالاستقامة. أول شيء بالعقيدة، إيديولوجيا، فكر، مرجع نظري، هذا العقيدة لازم طلب العلم. والثاني استقامة، بس استقامة سلبية، أنا ما أكلت مال حرام، أنا ما كذبت، أنا ما غشيت، كلها ماءات، ما في إيجابيات. بدك عمل صالح الآن، يعني عمل يصلح للعرض على الله، ولا يصلح إلا إذا كان خالصا وصوابا. خالصا ما ابتغي به وجه الله، وصواب ما وافق السنة. فأنت عندك إيديولوجيا، فكر نظري، عقيدة،
جانب عقدي، وعندك استقامة جانب سلبي، ما أكلت مال حرام، ما كذبت، ما غشيت، وعندك جانب إيجابي العمل الصالح هو علة وجودنا في الدنيا. بس هناك من يرى أن الاستقامة هي العمل الصالح، يعني أنها تجمع ما بين الترك والعمل. العلماء قالوا إذا اجتمعا تفرقا، إن تفرقا اجتمعا، هذا جواب بسموه محكم. إذا قلنا استقامة نقصد بها العمل الصالح، إذا قلنا عمل صالح نقصد بها الاستقامة. أما إذا قلنا الاستقامة والعمل الصالح إذا اجتمعا تفرقا، نعم. استقامة سلبية، ما أكلت مال حرام، ما غشيت، ما كذبت، كل مآت. العمل الصالح إيجابي، بذلت مالي، بذلت علمي، بذلت خبرتي لوجه الله. فنحن جانب عقدي، جانب سلبي، جانب إيجابي، الآن جانب جمالي، الصلة بالله. وأقم الصلاة لذكري، إنك إن ذكرت الله ذكرك، إن ذكرته أديت واجب العبودية، لكنه إذا ذكرك هون بقى منحك الرضا، منحك الأمن، منحك السكينة، منحك التوفيق. والله لو أمضينا شهرا في تعداد فضائل معرفة الله لا ننتهي. أنت عندك نظر ثاقب، وعندك حكمة، وعندك أسرة ناجحة، والله ألهمك أن تربي أولادك تربية صالحة، وفي تفاهم مع زوجتك، بصحتك جيدة، هذا منهج الله. لأنه أنت الآن تطبق تعليمات الصانع، وما في إنسان يطبق هذه التعليمات إلا في عنده نتائج إيجابية. فنحن إذا أردت الدنيا فعليك بالعلم، إذا أردت الآخرة فعليك بالعلم، إذا أردته معا فعليك بالعلم. إذن الكليات؟ الكليات العقيدة؟ العقيدة أولا، نعم. والاستقامة والعمل الصالح والاتصال بالله الحقيقي. وأقم الصلاة لذكري، إنك إن ذكرته ذكرك، إن ذكرك أعطاك الأمن، خاصة بالمؤمنين، أعطاك الرؤية الدقيقة، أعطاك التوفيق بالحياة، أعطاك النجاح في بيتك في عملك. كيف نفرق بينها وبين من يرى اللي هي العقل والمال والنفس ككليات أيضا؟ شوف سيدي، هو الإنسان نفس، النفس في الله أعطاها عقل، أعطاها شهوات، فالشهوة من مقومات التكليف، هي اسمها موضوع ثاني. مقومات التكليف هو العقل والفطرة والجسم، في عقل في فطرة في جسم، الفطرة متوافقة مع الشرع. فأقم وجهك للدين حنيفا، فطرة الله التي فطر الناس عليها. جميل. هي الفطرة. والعقل العاقل، هذا العقل جهاز كافي لمعرفة الحق، والفطرة كافية لمعرفة الخطأ. إذا إنسان عاش بالأدغال، ما سمع كلمة توجيه بحياته، واصطاد أرنب وشواه وأكله وحده، أمه جنبه، ما طعمها، ما بداية، لأنه ما تعلم. هذه الفطرة، هي لأنه نعم. في عنا عقل، في عنا استقامة، في عنا عمل صالح، وصلة، وصلة بالله. أصل الدين هذه الصلة، إن أحكمتها وصلت إلى الله عز وجل. لذلك لا خير في دين لا صلاة فيه. أقم الصلاة لذكري، إن ذكرتني بذكرك يا عبدي، بالذكر بوفقك، سعيد ببيتك، بعملك، بصحتك، مع أولادك، لك مكانة، لك هيبة. والله لو أردنا أن نعدد ميزات المؤمن لا تعد ولا تحصى. هذا مؤمن عرف ربه، عرف الله، هذا المؤمن مشى على منهج الله، طبق تعليمات الصانع. وما كان الله معذبه وأنت فيه، ما دامت سنة النبي في مجتمع ما، هؤلاء البشر لا يعذبون. الإله يقول وما كان. بالمناسبة لو سألت أنا إنسان هل أنت جائع، بقول لك لا سمح الله. هل أنت سارق؟ تقول له ما كان لي أن أسرق. هذا نفي الشأن، نفي الشأن في دقيق جدا، لا فكر ولا بقبل ولا بغطي ولا بسكت ولا ينفى بها الصيغة هي 12 فعل. أو ما كان لمثلي أن أفعل هذا. أبدا، ما كان لي أن أفعل هذا. وما كان الله ليعذبهم، مستحيل، ومليار مستحيل.
وأنت فيهم. يعني يا محمد ما دامت سنتك قائمة فيهم لا يعذبون طن. أما إذا أكلوا المال الحرام وغشوا بالبيع والشراء واختلطوا وما دققوا في قواعد الحلال والحرام في عندهم مشكلة. باقي دقيقة، ودي الجزء الثاني، وما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون. بالدقيقة نبي تقول لنا الحقيقة الإنسان رحمة الله في الاستغفار. الاستغفار يعني الإقلاع عن الذنب، واحد الإقلاع عن الذنب، والعزيمة ألا أقع فيه مرة ثانية، والثالثة أن أصحح الخطأ الناتج عنه. في مال حرام رجعه لصاحبه، إصلاح الخطأ السابق والندم، والندم والإقلاع عن الذنب والعزيمة ألا أقع فيه مرة ثانية. وإذا تاب العبد توبة نصوحة أنسى الله حافظيه والملائكة وبقاع الأرض كلها خطاياه وذنوبه. كل الشكر لضيفنا الكريم أعزائي المشاهدين الدكتور محمد راتب النابلسي، يعطيك العافية على هذه الحلقة الجميلة. الله يعطيك العافية. أنا أشكر لكم دعوتكم. الله يسلمك. وحفاوتكم. الله يرحم والديك. والله أتمنى لبلدكم أن يعيش حياة راقية. آمين آمين، وإياكم وكل بلاد المسلمين. وشكر موصول لكم أعزائي المشاهدين على طيب المتابعة. نلقاكم في حلقة جديدة من برنامج أركان، لكن في الختام نقول إقلاع وندم وعزيمة ثم تصحيح لخطأ إن كان، ثم ارجو من الله الرحمة والغفران. إلى اللقاء. بسم الله الرحمن الرحيم. ومن أراد الآخرة وسعى لها سعيها وهو مؤمن فأولئك كان سعيهم مشكورا.